نزفها الجميع، ونرجو من مالك عموه عبد الله بن سالم بن بخيتة أو بن بخيت التواجد لدى عربة النقل والإذاعة في نهاية هذا الشوط القادم. إذا مالك عموه عبد الله بن سالم آل بخيتة أو بن بخيت عليه التواجد بعد نهاية هذا الشوط إلى عربة النقل والإذاعة، وشوط جديد ينطلق مع الزميل محمد بن بريك المري. إليك المايك ببريك. إذا مشاهدينا الأعزاء، انطلق وعلى بركة الله وحفظه الشوط الثالث عشر للجذاع البكار، أشواط عامة وانطلاقة ممتازة للغاية، ونذهب مباشرة إلى مقدمة الشوط وشعار غانم بن منصور السيف الخيارين من خلال الشعار الطيارة، ولا اللي عند غانم بن منصور من رقمها إذا سنتعرف عليها عموما. وعلى كل حال لغانم بن منصور آل سيف الخيارين من تحتل المركز الأول، وننتقل انتقالا إلى المركز الثاني. إذن المركز الأول مشاهدينا الأعزاء مصيحة لغانم بن منصور آل سيف الخيارين تحتل مصيحة المركز الأول وتنطلق في هذا النداء الأول. المركز الثاني مشاهدين الضبية علي بن سعيد بن حلفان المري، وننتقل من المركز الثاني إلى المركز الثالث وشعار النعيمي يتواجد إبراهيم بن حمد النعيمي مع بداية ولا بدالة يا إبراهيم، إذا كان الاسم هناك فيه خطأ فنرجو تصحيح الاسم. اللي تنطلق في المركز الثالث بداية لإبراهيم بن حمد النعيمي. هنا المركز الرابع مشاهدينا الأعزاء شواهين محمد بن أحمد بن مطر بن مايد الخيالي، وننتقل إلى رابع أو خامس، الخامسة هملولة للصديق عباس السوداني. هذا هو نداءنا الأول، أكملناه مشاهدينا الأعزاء ومصيحة تنطلق في هذا الشوط يا سلام، وفي هذه الانطلاقات الغوية وشعار غانم بن منصور الخيارين يحتضنه ظهر مصيحة في هذه الانطلاقة وفي هذا الشوط يا سلام يا سلام. انتصفت المسافة أو أول كيلومترين، مسافتنا اليوم 5 كيلو، هذه أول 2 كيلومتر تنقضي، يتبقى أمام مصيحة 3 كيلومترات، ومصيحة كفو لهذا المكان وتستحق الصدارة بهذه الانطلاقة. إذا ما زالت في المركز الأول، المركز الثاني التسلل من بداية إبراهيم بن حمد النعيمي، ولكل بداية النهاية يا إبراهيم، ونهاية هذا الشوط مع خط النهاية سنتعرف على الفائز وسنتعرف على بطل هذا الشوط. إذا مشاهدينا النقلة إلى ثالث المراكز، ومن يحتل المركز الثالث هنا الضبية علي بن سعيد بن حلفان المري، ونقل إلى رجل الأمتار مع شواهين محمد بن أحمد بن مطر بن مايد الخيالي. المركز الخامس مشاهدينا الأعزاء، هنا الهدة لمطر بن حمد بن عميرة الشامسي، هذا هو نداءنا مشاهدينا الأعزاء للخمس المتقدمة الأولى. إذن والعودة مشاهدينا إلى مصيحة، يا سلام يا سلام مصيحة مشاهدينا الأعزاء تنطلق في المركز الأول، وأهالي العوينة يا أبو منصور يطالبونك بهذا السلام. إذن مصيحة مشاهدينا تنطلق وتقترب من آخر كيلومترين مشاهدينا الأعزاء، لوحة الكيلومترين بانت، اقتربنا منها، اقتحمنا الأمتار الأخيرة، ومصيحة في الصدارة مع أبو منصور غانم بن منصور الخيارين، ولكن جبارة ولا هذه بداية إبراهيم بن حمد العيمي، والتسلل أرصدوا التسلل من ثالث المراكز، الهدة انهدت الهدة انهدت الهدة يا سلام،
مطر بن حمد بن عمير الشامسي تنطلق وتندفع في ثالث المراكز. المركز الرابع هنا مطر محمد، هنا محمد بن احمد بن مايد الخيلي وبن حلفان شعاره في ثالث المراكز. الضبية علي بن سعيد بن حلفان وعوضه بن حلفان يتابعها عوضه، يتابعها عوضه وسالم، يتابعون ويراقبون الموقف في هذا الشوط. هذا هو نداءنا اللي قبل الاخير 1500 متر ومصيحوه. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، ما يهمها لو تجرها من اثنين يا ابو منصور. يا سلام يا سلام، حيث فيها خزين من الجيات. يا سلام يا سلام، الله يا مصيحة. تنطلق مشاهدينا الأعزاء وتتربع على عرش الشوط ومنطلقة ومندفعة، ولكن الخوف والخطورة بانت من الهدة. الهدة لمطر بن حمد بن عمير الشامسي، مصيحة والهدة ومعركة طاحنة، وأيضا خيانة ولا خيانة، خيانة لعبد الله بن سليم العويسي. مشاهدينا الأعزاء في ثالث المراكز، إذن المركز الرابع أيضا شعار بالسعودي، حشمه لمحمد بن علي بالسعودي الاكتبي يتواصل على رابع المراكز. هذه النتيجة. والخامسة شعار بن مهيرة الاتحادية لمحمد بن طحنون بن مهيرة. الكيلو الأخير، الكيلو المثير يا جماهير. يا سلام، مصيحة والهدة، والهدة ومصيحة ومصيحة والهدة. شوفوا شوفوا التنافس، شوفوا القوة، شوفوا الإثارة، وأرى أعداد هائلة تنطلق وتندفع للمراكز الأولى. ولكن مصيحة لغانم بن منصور الخيارين ما زالت. حرك يا غانم، حرك حرك، الموقف خطير يا أخوي. أرى شعار بالسعودي يتسلل يتسلل يتسلل، وأقول حرك عطفا على تقديم مصيحة وانطلاقتها من البداية حتى هذه الأمتار. يا سلام، ولكن بالسعودي، ولكن بالسعودي. يا سلام، أهالي الهير، أهالي الهير في هذا الشوط يريدون نقطة هذا الشوط مرة أخرى. ولكن الهدة، ولكن الهدة، يا سلام يا سلام يا الهدة، الهدة من هدة في ثاني المراكز، مصيحة في ثالث المراكز، بن طحنون مع رابع المراكز. ولكن انطلقت مشاهدينا الأعزاء أيها الأخوة الكرام، انطلقت حشمة لمحمد بن علي بالسعودي، وسلام للهير، سلام سلام صباحي للهير، سلام للإمارات. ولكن الهدة، الهدة عادت عادت عادت، ولكن خلاص، ولكن خلاص بالسعودي مع حشمة في المكان الحشيم، في المكان الممتاز. سلام 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 لراعي حشمة، وسلام الهير، سلام سلام الإمارات، سلام سلام لشعار بالسعودي، سلام على هذا التألق في هذا اليوم. تهانينا والناموس لأشقائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة على فوزهم بالمركزين الأول والثاني. المركز الثاني عند مطر بن حمد بن عمير الشامسي، المركز الثالث الاتحادية لمحمد بن طحنون بن مهيرة، المركز الرابع لغانم بن منصور آل سيف الخيارين، هذه مصيحة. في المركز الرابع، المركز الخامس، المركز الخامس يا بخيت، المركز الخامس مشاهدينا الأعزاء، الهدة لمطر بن حمد بن عميرة الشامسي، هذه النتيجة. المركز الخامس مشاهدينا الأعزاء شيء، هذه بكرة زميلنا سعد بن متلع العتيبي. تهانينا والناموس لمالك شيء محمد بن سعد بن متلع العتيبي. تهانينا والناموس لكل الفائزين. لحظات وصول مشاهدينا الأعزاء حشمة إلى خط النهاية، 7 دقائق 52 ثانية، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا لمحمد بن علي بالسعودي الاكتبي، وتهانينا لكل الفائزين. المركز الثاني هنا مشاهدينا الأعزاء، الهدة